نسيره مع هذا الشوط، نسيره مع التحدي، نسيره مع الاثاره. هنا مخوف علي بن احمد بن حمد بن علي العويسي المنطلق على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول، يسيطر على زمام الامور وعلى الصداره، بينما المركز الثاني إذن مخوف على الصدارة وعلى المقدمة لسيد زايد بن حمد بن علي العويسي. حاضرين يا زايد هنا على المركز الأول، بينما المركز الثاني وياتي مسكت الفهد بن طحنون الهاجري من ينطلق على المركز الثاني والمركز الثالث مهاوش راشد بن محمد بن قلفان بن كراز السبوسي، وهناك الشامخ عزيز بن محمد بن عزيز وعزير بن محمد بن عزير الحميري، نعم منطلقة من الجانب الآخر هناك على المركز الرابع. وفي المركز الخامس يأتي ناصي علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي وشعار رئيس الهجانة ينطلق على المركز الخامس. وسادس المراكز بطاش عمر بن سعيد بن أحمد بن سليمان المري المنطلق سادسا. وفي المركز السابع ويأتينا مليح عبد الله بن مبارك بن سالم بن علوبة العامري، والمركز الثامن والمنطلق هنا هو الهان على المركز الثامن أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة من ينطلق على المركز الثامن. وفي المركز التاسع وتاسع الانطلاقات هنا أيضا يأتينا شاهين محمد بن عبد الرحمن بن محمد الشالولي المنطلق ثامنا بهذه الانطلاقة الجميلة أو تاسعا. المركز العاشر وياتي هنا المفتي راشد بن المر بن سعيد بن حلوة ليكتبي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة بالتحديات، المنطلقة بالإثارة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. أم هاوش من انطلق على صدارة هذا الشوط، هاوش حتى انتزع الصدارة. راشد بن محمد بن خلفان بن كراز السبوسي من انطلق بمهاوش على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني مسكت الفهد بن طحنون الهاجري، ويأتينا مخوف هنا لزايد بن حمد بن علي العويسي المنطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع شاهين محمد بن عبد الرحمن بن محمد الشالولي ينطلق هنا التحديات، ومشعل القادم لأحمد بن حمد بن مصبح المسافري. وصل شاعرنا أيضا هنا ينطلق من مركز إلى مركز مع مشعل وسلالة مشعل تاجي وادي الصفا، يأتينا بهذا الانطلاق هناك والهان من الجانب الآخر على المركز السادس لسيد أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة من ينطلق على المركز السادس. وسابع مراكزنا المركز السابع والقادم هنا وضاح أحمد بن يمعى بن سعيد العميمي مع وضاح سابعا وثامني المراكز. يأتي المفتي راشد بن المر بن سعيد بن حلوة لقتبي مع المفتي، ومن الجانب الآخر هناك المنطلق الشامخ عزير بن محمد بن عزير الحميري. وعاشر مراكزنا ناصي علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى المنطلقة بالتحديات وبالإثارة شاهدينا ومتابعينا الكرام. ولكن مهاوش المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة على المقدمة. راشد بن محمد بن خلفان بن كراز السبوسي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة. المركز الثاني مشعل يأتينا على المركز الثاني. مشعل هنا المنطلق لأحمد بن حمد بن مصبح المسافري، ومسكت من الجانب الآخر فهد بن طحنون الهاجري. والهان قادم هنا يتسلل من مركز إلى مركز. هو
الهان بهذه الانطلاقة الجميلة والتحديات لأحمد بن سالم بن سعيد بن منانة من ينطلق على المركز الرابع بهذه الانطلاقات الجميلة. الوصول من مخوف زايد بن حمد بن علي العويسي والضاح أحمد بن يمعة بن سعيد العميمي وهناك شهيد محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد الشالولي. هنا التحديات والإثارة، هناك الوصول من المفتي راشد بن المر بن سعيد بن حلوة، ومن الجانب الآخر 14 عمر بن سعيد بن أحمد بن سليمان المري، وياتي ناصي علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي، وهنا غياث محمد بن راهد بن سودان بن حضيرم ليكتبي، ولكن مهاوش غادر الكيلومتر الأخير، مهاوش على الصدارة، مهاوش على المقدمة وعلى المركز الأول، سيطر على زمام الأمور راشد بن محمد بن قلفان بن قراز السبوسي من يسيطر مع مهاوش على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. المركز الثاني والهان، هو الهان يأتي على المركز الثاني هنا في هذه التحديات، أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة، هناك 14 عمر بن سعيد بن أحمد بن سليمان المري من يأتي على المركز الثالث ويتسلل إلى الثاني، المفتي على المركز الرابع راشد بن المر بن حلوة الاقتبي، ولكن هنا هو الهان وهنا 14، هناك مهاوش، يا سلوم تحديات قوية وإثارة هنا بهذا الأداء. الله، هنا 14 من يتسلل، 14 من يتسلل على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة 14 عمر بن سعيد بن أحمد بن سليمان المري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور هو على الصدارة ولحظة وصوله إلى خط النهاية. ها هو 14 عمر بن سعيد بن احمد بن سليمان المري، تهانينا وناموس. المركز الثاني مهاوش راهد محمد بن خلفان بن قراز السبوسي، والهان لاحمد بن سالم بن سعيد بن منانه من ياتينا على المركز الثالث. المركز الرابع المفتي راشد بن المر بن سعيد بن حلوى الاكتبي، وياتي الناصي لعلي بن خليفه بن عبد الله الرميثي على المركز الخامس، وسادسا علي بن خميس بن عبد الله الهاشمي من وصل بهذه الانطلاقة. ونعود إلى التوقيت الزمني هنا بالتحديات بالإثارة مشاهدينا الكرام، ولحظة وصول 14 عمر بن سعيد بن أحمد بن سليمان المري من أعلن الفوز وأعلن الناموس. هانينا على هذا الأداء، 7:45 ثلاثا من الأجزاء من الثاني هو توقيته الزمني، بينما المركز الثاني كانت التحديات جميلة هناك من قبل مهاوش راشد بن محمد بن قلفان بن قراز السبوسي، 7:46 ستة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. والهان من أتى على المركز الثالث للسيد أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة لجتبي، قاطع المسافة في 7:47 تسعة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع. يستمر التواصل، تستمر الإثارة في انطلاقات هذا الصباح الشوط 13 المخصص للأبكار المحليات.